بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع تدبر القرآن الكريم مع الآية 135 من سورة آل عمران. تيقول الله عز وجل وتخاطب الصفات ديال المتقين، تبين الصفات ديال المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حيت نجيو العلماء ديال التنمية البشرية كيفاش تيعالجوا القضية ديال الخطأ اللي ارتكبوا شي واحد، تيقول ليه ما تبقاش تأنب الضمير ديالك، حاول باش غادي تكتب داك الأخطاء اللي درتي تكتبهم، وحاول دير الوضعية الصحيحة اللي كان تخصك دير باش هاد الدماغ ديالك غادي يخوى من داك الشيء اللي كان فيه سلبي. أو تيقول ليه دير واحد الجلسة وحاول باش غادي تذكر هذيك الحالة اللي درتي فيها هذاك الخطأ، ودير واحد التنفس عميق وتخيل الحالة والوضعية الصحيحة، ودير واحد الرد ديال هذاك النفس، وهانت تخلصتي من هذيك الوضعية اللي كانت خاطئة وارتكبتي. حيت نجيو عند بعض علماء النفس تيقول لي هذاك الندم اللي تيكون نتيجة ديال واحد الفعل اللي كنتي درتي، هذاك تيتسمى واحد القفص وضعتي فيه راسك، وهذا خطأ، لأن الوضعية اللي كنتي شحال فيها والظروف اللي كنتي شحال فيها ماشي هي دابا باش بقات تأنب براسك وتوقع في هذاك الشيء، إلا تغيرات الظروف، فبالتالي سير مع اليوم وخلي عليك داك الشيء ديال البارح. هذه كلها وسائل لا تجدي ولا تنفع. علاش؟ لأن الشهادات بشرية، والله سبحانه وتعالى تيعطينا الطريقة الصحيحة اللي هي غادي يكون فيها الارتباط ديال الإنسان مع الله عز وجل، لأن هذه الطرق كلها ما فيهاش الصلة ما بينك وبين سيد ربي. ثم بعد ذلك سيعطيك واحد القوة باش غادي تعيش في الحياة ديالك، وتعطينا النموذج ديال المتقين. تيقول لنا سيد ربي سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. كاين الفاحشة اللي تتعني المعصية والذنب الكبير، أو تتعني الفعل العظيم، أو تتعني الفعل الذي يتعلق بالغير، أو ظلموا أنفسهم لتتعلق إما بالذنوب الصغيرة، وإما تتعرض بالأقوال، وإما تتعلق بنفس الإنسان ديال نفسه، معناه دار فاحشة أو ظلم نفسه. أش يدير؟ ما تيبقاش يقول شي بس مكان وهالشي كذا كذا كما شنا عند علماء التنمية البشرية أو عند علماء النفس. لا، ذكروا الله، ذكروا مغفرته، ذكروا عقابه، ذكروا جلاله، ذكروا جماله، ذكروا هذه الصفات ديال سيد ربي سبحانه وتعالى، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، علموا أن هناك غفار يغفر الذنوب فاستغفروا الله فغفر الله لهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه تقول لك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الإنسان تيقد يأنب الضمير ديالو نتيجة واحد الحالة كان عايش فيها ديال الضعف، ودار واحد المعصية اللي هي فاحشة أو ظلم ديال النفس، على حساب كل حالة من الحالات ديال المعنى ديال الفاحشة وديال ظلم النفس في المعنى الثلاثة والمعنى الأخرى الثلاثة. فلهذا ما يأش يعرف بأن كاين الله سبحانه وتعالى، فهو اللي تيجازي، هو اللي تيعاقب، هو اللي تيغفر، هو اللي تيسامح، هو اللي تيعفو، فهو سبحانه وتعالى العفو وهو الغفور. لهذا تتكون الصلة ديالنا مع الله، هذا هو العبودية التامة. أما البشر ما غادي ينفعك ما يضرك، هكذا يجب أن نتعامل. لهذا أي ذنب ارتكبه الإنسان وبغى باش يتوب الله عز وجل خصو الأركان ثلاثة، وإذا كان يتعلق بالبشر خصو الركن الرابع. شو الركن الأول؟ هو الإقلاع عن الذنب، معنى داك الفعل اللي كنتي درتي وندمتي عليه ما تبقاش تعاودو ديرو مرة أخرى، الإقلاع عن الذنب. الثاني الندم على ما فات، وهذا الندم هذا تقد تعبر عليه بالبكاء، تقد تعبر عليه بوسائل متعددة، الندم على ما فات. ثم
ثلاثة الإكثار من الحسنات، بمعنى أنك انتقلتي من الحالة السلبية للحالة الإيجابية. الإكثار من الحسنات علاش؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات. وإذا كانت المسألة تتعلق بالبشر، عندك تقول أنا طلبت المسامحة من سيدي ربي يسمح لي. لا، حقوق العباد مبنية على المشاحة من الشح، وحقوق الله مبنية على المسامحة، فالله عفو والله غفور. فلهذا رد البال، إذا تبت من واحد الحالة وأنا ظلمت شي واحد، خصنا نرد المظالم لما لها، كانت مال ولا كانت عرض ولا كان كلام ولا كان فعل، خصنا نطلب المسامحة من الآخر، وإذا كان شي حاجة محسوسة نردها ليه إلا كان زديتها. هكذا تيتم التخلص من هذه المسائل السلبية عند الإنسان، وتيزيد القدام وتيكون إنسان نموذجي صالح. طلب الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله.